الأسبوع اللي فات اتكلمنا برضو على ريم أشرف، البطلة المصرية اللي نفذت أطول غطسة في التاريخ في مدينة شرم الشيخ، ودخلت بالفعل موسوعة جانس كأول طفلة في العالم تغوص 56 ساعة في البحر الأحمر. حقيقة أنه العميد أشرف فوزي والد الطفلة ريم اللي نفذت بالفعل هذه الغطسة، أطول غطسة في العالم في التاريخ في شرم الشيخ. يعني اتكلم على أسباب عدم حضور مسؤولي موسوعة جانس العالمية لتسجيل غطسة ابنته التي تنفذها الآن بعدد ساعات 56 ساعة، لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل ب 51 ساعة من السباحة الأسترالية كريستينا. قال أنه في لعبة بتنفذها موسوعة الأرقام القياسية ضد بنته، ورفضوا الحضور لتسجيل الغطسة بعد مرور 24 ساعة من بدء تنفيذها، وأن المسؤولين عن الموسوعة حصلوا على 800 دولار، هذا ما قال، ثمن تسجيل الغطسة في الموسوعة بعد موافقتهم على أدائها رغم صغر سنها، ومع ذلك لم يحضر منهم أحد. دي نقطة طبعا مهمة جدا، وكويس ان هم عملوا مؤتمر صحفي يشرحوا فيه هذه الحقائق. اكيد الدوله باجهزتها المعنيه بمثل هذه الامور ممكن تقوم بالتحقيق، لانه فكره انه جانس يطلبوا انه يبقى فيه تسجيل فيز معينه او رسوم معينه ويقدموا موافقه على انه هتعمل الريكورد ده لو كسرت الرقم اللي الفلانه الاستراليه مثلا كانت عملته كغطسه اطول غطسه في العالم، وتكسر بالفعل هذا الحاجز، وبعدين ما يحضرش حد منهم عشان يشاهد ويسجل هذه الفعاليات. أعتقد أن ده شيء ممكن يبقى غريب شوية. تعالوا نشوف مع بعض كده جزء من مؤتمر لتكريم البطلة المصرية. بالنسبة لنا تسجلت في جانس أو ما تسجلتش، هي بطلة مصرية ذات 15 عاما ريم أشرف اللي كسرت الريكورد في أطول غطسة في البحر الأحمر، 56 ساعة غطسة تحت الماء. نتابع معا. بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا للبطلة ريم أشرف صاحبة الرقم القياسي في الغطس، للكشف عن تفاصيل قيامها بأطول غطسة في العالم. فكرة الغطس من بداية كانت من بابايا، كان هو بيغطس قبل كده وانا خدت منه، يعني نزلت معاه كذا مرة وتعلمت منه الموضوع. كنت بفكر في ايه حاجة انا اقدر اعملها لبلدي ما اتعملتش قبل كده. كان في كذا غطسة طويلة قبل الغطسة الاساسية، فيها تدريبات كان بيبقى الفريق اللي هو بيشرف عليا موجود، وكان بيبقى الفريق الطبي موجود. كانت تبقى زي بروفا اللي هيحصل نفس ليوم الايفنت بالظبط. اول تدريب كان في 4 ساعات 8 ساعات و 36 ساعة، دي كانت آخر تدريب. وأهم حاجة إن أنا قدرت أعمل حاجة لنفسي، وحتى مش مصدقة إن إحنا واقفين هنا دلوقتي. أنا طبعاً جاي دعم ليها ولشخصها القوي والإرادة اللي عندها. بنت قدرت تحقق معجزة فعلاً، إن واحدة عندها 14 سنة تقدر تنزل تحت المية وتقعد 56 ساعة 25 دقيقة. يعني بعد ما عملت الغطسة بتاعتي أول مرة، ناس كتيرة ولاد حاولوا يعملوها وما قدروش يعملوها. طبعاً فوجئت إن في ريم أشرف بتعمل الغطسة دي. أنا ببص في النت فجأة لقيت ريم أشرف، إيه ده إزاي وإمتى؟ طبعاً اتضايقت جداً لما كنت بتواجد معاها هناك في شرم الشيخ. السعادة اللي أنا فيها إن في واحدة في مصر قدرت تعمل كده وبالسن ده، يعني الجينيس المفروض مش لها 10 شهادات مش شهادة واحدة. ريم بتتدرب بقى لها سنتين، يعني نقول سنة ونص بالظبط كده، بعد ما بقت غطاسة يعني عادية بدأنا يظهر فيها قدرات مش موجودة عند حد. أثناء تدريبات يعني كان لازم كل بين تدريب وتدريب كنا بناخد بتاع من 5 ل7 أيام، لأن الفترة اللي بنقعد فيها بتبقى ساعات كتيرة، يعني مثلا 16 ساعة. طبعا اللي عملته ريم مش نجاح، ده إعجاز، يعني حاجة ما حدش يقدر يعملها في سنها. ريم كان معاها قبل الإيفنت جروب محترفين غطس من التشيك، من ضمنهم خبير فيسيولوجي أطفال وإنستراكتور في الغطس، قعدوا معاها 7 أيام. مندوب كل وزارة التربية في جنوب سيناء قال لي خليها تخلص كل حاجة، المدرسين قالوا هنقعد نشرح لها كل شيء. هي دي الجدعانة. نفسي ريم تبقى أحسن واحدة في العالم، بس ما تقلقش عباية بلدها، يعني 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 ما تبقاش عالمة وتجري تاخد الجنسية الأمريكية، تنجز في بلدها والعالم يجري عليها برضه هي مصرية.
أنا بشكر زميلنا أحمد صالح على هذا التقرير ولقائه مع ريم أشرف مرة تانية. ريم هي بطلة بالفعل، إحنا كمصريين شايفينها بطلة، والقبطان ولاء حافظ الحقيقة كمان كان أحد أبطالنا ودخل بالفعل موسوعة جينيس في غطس عملها، وبنتمنى له يا رب الشفاء لأنه كان أصيب في يعني حادث منذ يعني سنوات قليلة، وهو كمان كان موجود وبيشعر بهذا الفخر ليها 14 أو 15 سنة إنها تعمل هذه الغطسة وعندها هذه الشجاعة والطلاقة في الكلام. دي حاجة تشرفنا ونفخر بيها جميعا، سواء دخلت جينيس أو ما دخلتش جينيس. هنشوف مع بعض أبرز